كشفت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية للعام 2023 عن بدء الاستعداد والتحضير للإعلان عن النسخة 12 من الجائزة قريبا. اللجنة المنظمة للجائزة دعت جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد للاستعداد بتحضير مشروعاتهم ومبادراتهم الرقمية للتسجيل في الجائزة. وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد، أكد بأن النسخة 12 من جائزة التميز للحكومة الإلكترونية قد شهدت إدخال مجموعة من التحديثات بهدف مواكبة متطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، مشيرا أنه من جوانب تطوير الجائزة لهذا العام استحداث مجالات جديدة تواكب وتدعم التحول الرقمي وتبني الابتكار الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفت القائد إلى أن هذا التحديث يتماشى مع ما تشهده مختلف الجهات في المملكة من استثمار على نطاق واسع للتقنيات الناشئة والوسائل المبتكرة لتطوير أعمالها وأنظمتها وخدماتها ومنتجاتها الإلكترونية المختلفة.